ويسكن الكرة في الشباك ليعلن عن تقدم المنتخب المصري. المنتخب المصري يتقدم 1-0. منتخب الفراعنة بحث عن فرصة للتسجيل، بحث عن بصمة فوجدها المدافع ربيعة بهذا الارتقاء الرائع. ربيعة يضع الكرة في المرمى ليضع مصر في المقدمة أمامنا لإعادة من جديد في رأسية ربيعة اللي تتجاوز مهارة الحارس نسيم التورش وتعلن عن تقدم مصري 1-0. المنتخب المصري يتقدم على صعيد النتيجة بهدف المدافع رامي ربيعة. تتغير النتيجة في الوقت اللي توقعنا فيه.